إذن وجوه قديمة بمسميات جديدة، هكذا يصف البعض مشهد التحالفات العراقية التي تشكلت لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. حزب الدعوة يقرر خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين ويقول إنها بهدف توحيد الجهود ورص الصفوف. أما مقتدى الصدر فيصف تحالف حيدر العبادي مع قوائم الحشد الشعبي بالتحالف الطائفي البغيض. فما دلالة التحالفات الجارية في العراق؟ وهل تمهد فعلا لعودة الفاسدين كما قال الصدر؟ وأين صوت التيار المدني الذي طالب يوما بتحالفات عابرة للمذهبية والطائفية؟ نناقش كل هذا بعد التقرير التالي. حلم أم رؤية يقظة؟ أم مسلسل تاريخي يعرض على قناة ما؟ في بلاد الرافدين يختلط الماضي بالحاضر والرسوم المتخيلة مع صور المعارك. فتح المبين يتفاوض مع النصرة. لم يستفق العراقيون من صدمة أن الحشد الشعبي سيخوض الانتخابات بائتلاف الفتح المبين، حتى رماه رئيس الوزراء حيدر العبادي بائتلاف النصرة. البعض هددنا، وإذ هم يترنحون من صدمتين أعلن حزب الدعوة أنه يدعم قائمة ائتلاف النصر وقائمة ائتلاف دولة القانون التابعة لرئيس الوزراء السابق نور المالكي في آن واحد. صوت للنصر يأتيك حزب الدعوة، صوت لدولة القانون يأتيك حزب الدعوة. وإن وسوست لك نفسك وصوت للفتح المبين فأيضا سيأتيك حزب الدعوة على الغالب الأعم. ذهول الشارع العراقي من هذه الحالة العجيبة كان أفضل من عبر عنه مقتدى الصدر في بيان قال فيه: عظم الله أجر المصلحين، وعظم الله أجر الدعاة، وعظم الله أجر كل نابذ للطائفية والتخريب. أسلوب لم يعتده العراقيون في بيانات الصدر السياسية، لكن الزعيم الشاب يلمز الأحزاب الشيعية بلغة تفهمها جيدا. تندر يلفه الأسى، كيف لقوات شبه نظامية تخضع لإشراف وزارة الدفاع ينص قانون تأسيسها على أنه لا يحق لأفرادها الانتماء إلى أحزاب سياسية، كيف لها أن تخوض الانتخابات البرلمانية؟ وكيف للنصر والفتح المبين وغيرهما أن يدعي أنه عابر للطائفية؟ ما بدي نقول لهم لا. وكيف لحزب أن يتفرق أفراده بين القبائل السياسية خلال الاقتراع ليلتم شمله بعد المعركة الانتخابية في خباء البرلمان؟ أهلا بكم معنا إذن في بقية هذا الخبر. في الاستوديو الدكتور فارس الخطاب الكاتب والباحث السياسي العراقي، على أمل أن ينضم معنا ضيوف آخرون في هذه الحلقة. دكتور فارس أهلا بك معنا في هذا الخبر. أبدأ معك من حيث الجدل الذي أثير حول التحالف العبادي مع الحشد الشعبي، والذي وصف بأنه تحالف صادم. مقتدى الصدر وصفه بأنه طائفي بغيض، فبالتالي ما هي قراءتك لهذا التحالف؟ بداية أستاذ سرمد، الجميع يعلم أو بات يعلم الآن سواء في العراق أو حتى من محيطنا العربي والإقليمي أن الانتخابات في العراق هي عبارة عن عملية تدوير للأسماء والكتل بمواقع مختلفة ولمناصب ربما قادمة مختلفة. أما من حيث الجوهر فلا تغيير في هذه الانتخابات، حيث أن الجميع انضوى تحت كتل معينة تهدف إلى كسب الانتخابات الخاصة بالمحافظات من جهة، مجالس المحافظات والانتخابات النيابية من جهة أخرى. العبادي أعلن عن كتلته، ومن ثم المالكي لديه كتلة أيضا، النجيفي لديه كتلة، وهذه كلها الحقيقة إن تمحصنا في تفاصيلها فسنجد أن الطائفية هي أساسها، وأن التفاف الكتل السياسية والعناصر السياسية التي تحكم العراق منذ ما يناهز 14 عام هي نفسها تحاول أن تلعب لعبة معينة، الغاية منها هو خداع الناخب
لكسب صوته مقابل أصوات أخرى تذهب ربما لذات السبب لكن بالاتجاه المعاكس، أقصد الطائفي، بالكتلة الأخرى. المالكي ربما خرج بتصريح يقول أن الانتخابات يجب أن لا تؤجل وأنه يجب أن تكون في موعدها المحدد. العبادي ربما فاجأ الجميع، وأنا أقول هنا الجميع، جميع الشعب العراقي، لأنه العبادي من خلال سياسته ومن خلال إنجازاته ربما حتى إذا افترضنا الكلامية فقط ربما كسب قلوب أو بعض آمال الشعب العراقي الذي عانى من ويلات الانتكاسات النفسية والسياسية والعسكرية والأمنية طيلة هذه الفترة. إعلان ضم منظمة بدر وعصائب أهل الحق إلى كتلته، ومن ثم إعلان هاتين الكتلتين أيضا انسحابهما من هذه أو من هذا التحالف، هذا ربما خبر جديد حيث أعلنت منظمة بدر والعصائب انسحابهم من تحالف العبادي وتشكيل تحالف خاص سمي بالفتح المبين. وقالوا إننا لا نريد أن ندخل ضمن الكتل الكبرى ونحافظ على المتوسط المطلوب. هذا جزء من الحشد الشعبي، هو كله من الحشد الشعبي كله. وهذا تصريحهم، قالوا هذه الكتلة كلها هي من الحشد الشعبي لأننا نريد ولا تريد الدخول مع العبادي، لا إنها كتلة لذاتها العبادي. طيب هذا كلام جديد الآن. هذا كلام جديد. طيب هذا اليوم. نعم طيب سأعود معك، ولكن يضم معنا الآن السيد مناف الموسوي الباحث السياسي من بغداد. أهلا بك معنا سيد مناف، ينضم معنا عبر الهاتف. نعم أهلا بك، اهلا بك. اريد ان اخذ منك ايضا يعني تعليقا حول خارطه التحالفات الجديده. الان لدينا خبر جديد ربما طرحه الدكتور فارس في الاستوديو، ان هناك رفض من جانب الحشد الشعبي للدخول مع العبادي. كيف استقرت خارطه التحالفات حتى الان برايك؟ سيد العزيز، دعنا اجدد الترحيب بك وضيفك الكريم وجميع مشاهدي ومتابعي قناه العربي. في الحقيقة ليس رفض، وإنما هنالك انسحاب من قائمة النصر والتي تضم بدر والكتائب والمجلس الأعلى. وبالتأكيد يعني أنا أعتقد أن التحالفات بنيت بطريقة يعني بطريقة غير صحيحة بدون وجود استراتيجيات معينة أو بدون وجود نقاط التقاء معينة ما بين هذه الكتل، ولكن كان هنالك تأثير بالتأكيد للضغط الخارجي في الضغط على هذه الفترة للانضمام مع الخيبر. من أين التأثير سيد مناف؟ من أين التأثير؟ من جانب كتل منافسة، من جانب المالكي مثلا أو على خلفية التصريحات الصادرة الناقدة؟ لا التأثير من جانب ضغط خارجي يؤثر على هذه الكتلة في دخولها مع السيد العبادي. بالتأكيد دخول يعني هذا التحالف أثار حفيظة الكثير من العراقيين ربما. طيب سيد مناف، على رأسهم زعيم التيار الصدري الذي أعلن أو أصدر بيانا يعني بشديد اللهجة كان يقدم فيها التعزية إلى الشعب العراقي باعتبار أن هذا التحالف ربما هو خارج سياق الاتفاقات، أولا خارج البرنامج المتفق عليه باعتبار أن صرح قائمة عابرة للطائفية، وبالتالي لديه برنامج إصلاحي ولدي طيب قلت ضغطا خارجي، قلت هناك ضغط خارجي الفساد. نعم، من أين هذا الضغط الخارجي؟ هل لك أن تحدد؟ يعني واضح يعني من دولة جارة شرقية كانت يعني كان لها من إيران يعني. نعم. واضح في المشهد السياسي العراقي، وبالتالي يعني حتى أكون أكثر صراحة معك، في الحقيقة أنا أعتقد أن كانت هنالك رغبة للضغط الخارجي في إيجاد تقارب تحالف ربما قد يعني يعطي رسالة إلى أن يعني إلى أن الجميع يعني ليست لديهم خطوط حمراء على السيد العبادي، باعتبار أن السيد العبادي خلال الفترة السابقة لم يدخل ضمن محور معين، وبالتالي فهو لا يعتبر قريب من
يعني هل معنى هذا يعني هل معنى هذا سيد مناف، كان حديث قبل ذلك يدور حول التحالف العبادي مع مقتدى الصدر مع كتل وأحزاب سنية مع الأكراد في تحالف عابر للطائفية، هذا كان قبل أن نسمع بهذا التحالف الذي وصف بالصادم بين العبادي والحشد، هل ستعود الأمور إلى الحديث عن هذا التحالف أم ماذا؟ يعني أنا أعتقد أن الأمور تسير باتجاه واحد ربما، وهو عملية تأجيل الانتخابات. هذا يعني هذه المؤشرات الواضحة مع وجود رغبة يعني كبيرة لدى فقدنا الاتصال ربما مع السيد مناف. إذن دكتور فارس استمعت إلى هذا الكلام؟ نعم. إلى ماذا يشير هذا؟ أشار إلى دولة شرقية يعني إيران بشكل غير مباشر، أشار إليها ربما تدخل بشكل يعني فعلي في هذه الانتخابات، كيف ترى تأثير هذه الدولة على المشهد الانتخابي؟ أنا أعتقد حتى الآن أبالغ يعني أيضا في الوصف ربما، لكن إذا أردت أن أوجز هذا الموضوع، أنا أعتقد مجمل هذه التحالفات ربما كانت الهندسة الوراثية لها إذا صح التعبير هي من جانب إيران، حيث يهم إيران إلى درجة كبيرة، أو مستقبل إيران بعد الاحتجاجات الأخيرة التي وقعت فيها يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العراق. إن خروج العراق من هذه الانتخابات بنفس الهيئة بنفس الكتل المسيطرة بنفس القوة الضاغطة في العراق على يعني عناصر الحكم يعني سلامة إيران مستقبلا. لذلك إيران حريصة جدا على أن تكون معايير هذه الكتل دقيقة، وقد قامت بمشاورات كثيرة بين قادة الأحزاب السياسية الموجودة في العراق، وربما كان هناك مغزى أعتقد لتحجيم العبادي من خلال سحب الإعاز إلى كتل الحشد الشعبي بانسحاب من كتلته بشكل مفاجئ. ربما يراد للعبادي أن لا ينجح بدرجة مطلقة بهذه الانتخابات، لأن العبادي ربما لديه نوع من التوازن مع دول الإقليم الأخرى ومع الولايات ورضا الإقليم والدولي أيضا. نعم. طبعا هذا. طيب سأعود معك، إذا يعود معنا السيد مناف. سيد مناف، هل تعتقد أن يعني انسحاب فصائل الحشد الشعبي من هذا التحالف الذي وصف بالصادم، هل تعتقد أن هناك ربما ضمانات قدمها العبادي ليست كافية للحشد ليرسخ وجوده في العراق؟ لا، على العكس، أنا باعتقادي يعني سيد العزيز، أنا أعتقد أن السيد العبادي ربما يعني لأن الوقت كان قصير، لم تكن هنالك مشاورات كافية، وقلت هذه تحالفات ما مبنية على استراتيجيات حقيقة، ولا يوجد هنالك توافق لا في الرؤى ولا في البرامج ولا بالنتيجة. أنا أعتقد أن السيد العبادي يعني شعر يعني بأن الوضع ربما يخرج، ولذلك بالتالي هو تحدث كما تم التسريب عنه إعلاميا بأنه اشترط على المكونات التي دخلت ضمن التحالف مجموعة من الشروط أدت إلى انسحاب. ربما من أهم هذه الشروط هو أن يتم تسليم أسلحة الأجنحة المسلحة التابعة إلى هذه المكونات بشكل كامل إلى الدولة، ولا يكون هنالك تدخل في الشؤون يعني بشكل واضح، وأن يعني تترك مساحة للسيد العبادي لتنفيذ برنامج الإصلاحي. وبالتالي على ما يبدو أن هذه الشروط يعني لم تكن تتوافق مع هذه التحالفات. هذه أولا. البعض ربما يعزي دخول تيار الحكمة كعامل أساسي أو في هذا التحالف، وبالتالي أنت تعلم ربما أن تيار الحكمة يعني غير مقبول من قبل الجارة الشرقية، أو يعني لا يراد أن يحقق نتائج طيبة في هذه الانتخابات. كل هذه قد تكون أسباب أدت بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى ما تحدث إليه الضيف، ربما قد تكون هي عملية استراتيجية هدفها إضعاف السيد العبادي. وأنا يعني تحدثت إلى مقربين من السيد العبادي وقلت أن حظوظ السيد العبادي كبيرة،
وان ان ان ان, أن هنالك الكثير من المكونات التي الراغبة في التغيير والمكونات المدنية تريد أن تتفق مع السيد العبادي، لأنها تتفق مع برنامج السيد العبادي، مع كاريزما السيد العبادي، مع منهج السيد العبادي، مع طريقة السيد العبادي. وكل هذه كانت عوامل يعني زادت كثير من رصيد السيد العبادي. هذا التحالف يعني سبب نكسة لدى يعني هذه الجماهير التي كانت داعمة. طيب سيد مناف يعني هذا واضح، نعم، وكان التحالف أصلا وصف بالصادم. الآن الخطوة المقبلة بالنسبة للسيد مقتدى الصدر برأيك ما هي؟ هل سيعود إلى 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 صف العبادي أم ماذا؟ يعني زعيم التيار الصدري واضح الخطوات واضحة، لا تحتاج، هو من البداية كان داعم لبرنامج السيد العبادي وليس لشخص السيد العبادي، وهو يرى أن السيد العبادي ربما قادر على قيادة العراق في المرحلة القادمة، لأن المرحلة القادمة هي مرحلة صعبة، مرحلة إعادة التشكيل ومحاسبة المفسدين. واضح. وبالتالي يعني حتى الاتفاق كان الحديث عنه أن يكون بعد الانتخابات، أي بعد إجراء الانتخابات يكون هنالك دعم لإعادة ترشيح العبادي لدورة ثانية. طيب سنعود معك دكتور فارس، هل تعتقد أن يعني ما أشرت أن هناك محاولة ربما لإضعاف العبادي، هل معنى هذا أن هناك محاولة لتقوية نور المالكي الذي كانت فصائل الحشد الشعبي قبل إعلان هذا التحالف تميل إلى نور المالكي؟ بالتأكيد هناك رغبة إيرانية ملحة لإعادة المالكي إلى السلطة، حيث هو الرجل المناسب بالنسبة للمرحلة الراهنة. العراق تخلص مناسب لإيران، بالنسبة لإيران 100%. أنا أقول هذا، نحن نعمل الآن إيران والعراق وجزء كبير من لبنان وجزء كبير ربما من اليمن يعمل ضمن منظومة اسمها المنظومة الإيرانية. هناك تخطيط استراتيجي لهذا الموضوع، ليس عبثي وليس بالصدفة. هم عندما اضطروا لتغيير المالكي بالعبادي في عام 2014 كانت هناك مسوغات لهذا الأمر، بعضها جماهيري بعضها دولي وبعضها ظروف تنظيم داعش وما فعله في العراق. لكن الآن العبادي بتحركه الإقليمي والدولي أثار حفيظة القيادة الإيرانية، وأثار بالبداية أثار حفيظة المالكي ذاته. لذلك أعتقد أن العبادي أمامه فرصة ذهبية ليكون رمز معين، يكون قائد معين ربما في العراق بعصره الحالي، العصر المتردي، العصر الذي تكثر فيه حالات الفساد وحالات الإهمال بالنسبة لحقوق المواطنة. أعتقد أن الفرصة المؤاتية للعبادي الآن أن يتجه إلى التحالف مع الصدر ومع التيار المدني ومع بعض الكتل الكردية التي ربما سنبحث في هذه الخطوات المقبلة. ينضم معنا متأخرا السيد محمد العقيل عضو ائتلاف دولة القانون بغداد. أهلا بك معنا سيد محمد، أنت انضممت مؤخرا يعني متأخرا، ولذلك تحمل أن نطرح السؤال باختصار وتجيب باختصار. نعم، يعني كيف تقرأ كل هذه الخطوات؟ الآن لدينا انسحاب الحشد الشعبي من العبادي، التحالف الذي وصف بالصادم الآن متغير جديد، هذه التحركات كيف تقرأها؟ شكرا جزيلا وأعتذر مرة أخرى عن التأخير، تحية لك وإلى ضيوف وللمشاهدين. أنا أعتقد الخلطات الغير متجانسة من قبل الكتل السياسية التي ائتلفت في يعني بعضها مع البعض الآخر في الأيام القليلة الماضية، أنا أعتقد هي كانت يعني متنبأ لها بأن ينفرض عقدها قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، لأن الأيديولوجيات مختلفة، التوجهات مختلفة، كانت هناك حالة من الضدية ما بين الفصائل أو الكتل السياسية التي ائتلفت في هذه الائتلافات على الأقل إعلاميا. فبالتالي يعني كانت هناك هذه الخلطة، هي يعني تنذر بأن تكون هناك خلافات أو محاصصة على الأقل ما بين هذه القوائم. حتى يعني الأرقام التي من المتوقع أن تحصل عليها هذه الائتلافات الكبيرة كالائتلاف الأخير الذي بدأت الكتل السياسية والفصائل تنسحب منه، يعني لم يعني كان هناك نتاج إلى الكتل، أي كتلة تدخل في هذا الائتلاف كم تحصل من المقاعد، مقعد مقعدين، هذا لا يلبي الطموح. فبالتالي
قررت المغادرة وقررت الانسحاب. أما دولة القانون فدولة القانون بقت محافظة على خواصها، بقت محافظة على البرنامج العملي الذي تعمل به، وهو مشروع الغالبية السياسية، وهو مشروع كبير وضخم لربما ينقذ العملية السياسية برمتها إذا طيب تطبق تطبيقا جيدا بمساعدة الشعبي. ألا تعتقد أن دخول الحشد الشعبي في هذا التنافس الانتخابي وهذا المشهد قد أضفى تعقيدا إلى المشهد المعقد أصلا؟ الآن نسأل عن موقف المرجعية، هل هي موافقة على دخول الحشد أصلا في ليكون ممثلا سياسيا؟ لم يكن هناك رأي من قبل المرجعية المقدسة في النجف الأشرف باتجاه مشاركة الحشد الشعبي من عدمه، فبالتالي الباب مفتوح أمام كل من يرتئي ويعتقد لديه مساحة انتخابية أن يشترك في الانتخابات، وهي لا توجد هناك قوانين ولا توجد هناك ضوابط. ولكن الحديث ربما الحشد كان غير ذلك سيد محمد، هناك فصائل سياسية كان أنه المنتمي لفصائل الحشد الشعبي كان يجب أن لا يكون منتميا إلى حزب، وكان هذا بتوجيه المرجعية. نعم سؤالك لم أسمع. كان الحديث المرجعية أن على كل من ينتمي لفصائل الحشد الشعبي أن لا يكون حزبيا، كانت المرجعية توجه الذين ينضمون إلى الحشد بعدم التوجه إلى العمل السياسي، كان هذا التوجيه. نعم هذا الموضوع الإجابة باتجاهين. الاتجاه الأول أن هذه الفصائل أغلبها قبل أن يتشكل الحشد الشعبي هي كانت سياسية، وكان البعض منها هو دخل العملية السياسية والانتخابية ولديه مقاعد في البرلمان، فلا يوجد محذور أو محظور على هذه الفصائل وهذه الكتل السياسية أن تشترك ويكون لديها فصائل الحشد الشعبي. أما القوانين العراقية والدستور العراقي يذهب باتجاه كل من هو منتمي إلى المؤسسة العسكرية رسميا لا يحق له الاشتراك بالانتخابات إلا أن يقدم استقالته الرسمية من المنظومة العسكرية كوزارة الدفاع والداخلية. في هذه الحالة يتيح له الاشتراك في العمل. فأعتقد الأسماء التي اشتركت في العمل السياسي بالمسميات للسيد مناف موسوي ليست عسكرية. حتى أستغل فقط آخر دقائق سيد مناف بدقيقة واحدة، هل سيعود أو سيعدل مقتدى الصدر سيد مقتدى الصدر عن تصريحاته ويعود إلى صف العبادي بدقيقة؟ لأن زعيم التيار الصدري كان كان متفاجئا بدخول هذا التحالف الغير منطقي والغير مقبول والبعيد عن كما تحدث الزميل البعيد في الأيديولوجيات. الآن هل سيعود إلى صف العبادي؟ لا ليس العودة. الآن الحديث هو هل ستجرى الانتخابات أم أنها سوف تؤجل، وبالتالي إذا كانت هنالك رغبة لدى أغلب المكونات السياسية وتعمل على محاولة تأجيل الانتخابات من خلال قبة البرلمان، باعتقادي أن الحديث سوف يكون مبكرا. العودة أيضا في تعليق أخير اسمح لي أيضا أخذ من ضيفي تعليق أخير. هل فعلا الجو صالح أو المناخ الآن صالح لإجراء هذه الانتخابات دكتور؟ أبدا لا يوجد أي جو صالح ولا صحي في العراق لإجراء الانتخابات، حيث كما تعلم أن نسبة كبيرة من العراقيين هم مهجرون داخل بلادهم وفي المخيمات، خصوصا في المحافظات الوسط وفي شمال العراق العربي، وأيضا أحوال كردستان ليست بوضع صحي تسمح بإجراء الانتخابات. لذلك أعتقد أن من الحكمة ومقياس معرفة قوة المالكي في هذه النقطة بالذات، حيث أن تأجيل الانتخابات هناك ضعف في هذه القدرة على منع إقامتها في وقتها المناسب، وهو ما يريده السيد المالكي. طيب هل سينجح السيد محمد عقيلي في دقيقة، هل سينجح السيد المالكي في استثمار ما حدث بين العبادي وفصائل الحشد؟ كدولة قانون لا نبحث كرئيس كنوري المالكي عند الآخرين والتلكؤ عند الآخرين. نحن معتمدين على الثقل السياسي لدولة القانون وكذلك الثقل الجماهيري لدولة القانون، هذا جانب. الجانب المالكي تحديدا لا تحدث عن دولة القانون. والمراقبين ان الانتخابات اسمح لي
اسمح لي، لو كانت عندما تكون هناك رؤية باتجاه أن المؤثرات الإقليمية والدولية هي أثرت على التحالفات الأخيرة، فإن دولة القانون بالدليل القاطع هي غير متأثرة بأي تأثير إقليمي أو دولي، لأن دولة القانون لن تنزل بتحالفات مع كتل سياسية مؤثرة بالتيارات والمحاور في الإقليم، في منطقة إقليم شرق الأوسط. هذه نقطة إيجابية بصالح دولة القانون، وهي لصالح المالكي قصدك، عن باقي الكتل السياسية. هذا جانب. الجانب الثاني، دولة القانون لن تجمع المتناقضين ولم تجمع المتناقضات، فبالتالي هناك كتل سياسية جمعت متناقضات للشعارات الانتخابية، لكن سرعان ما سوف ينفرض هذا العقد إذا كانت هناك لا توجد أساسيات في الانتخابات تؤهلها إلى الانتخابات. أشكر ضيوفي من بغداد سيد محمد العقيلي عضو ائتلاف دولة القانون، السيد مناف الموسوي الباحث السياسي، أشكرك جدا من بغداد، وشكر لك أيضا دكتور فارس الخطاب الكاتب والباحث السياسي العراقي، شكرا لك. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء في بقية خبر جديد.